أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة، وذلك في جلسة خاصة دعا إليها رئيس المجلس علي عبد العال. وفي خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية، تعهد الرئيس السيسي بمواجهة التحديات والمشكلات وخوض معركتي البقاء والبناء والتزام خطاب المصارحة والمكاشفة بين المصريين. أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار كويتي يدعو لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. وبالرغم من موافقة 10 أعضاء على مشروع القرار الكويتي، إلا أن الفيتو الأمريكي وكالمعتاد حال دون اتخاذ هذا القرار. كما رفض مجلس الأمن أيضا تبني مشروع قرار أمريكي يدعو لإدانة فصائل فلسطينية عدة في قطاع غزة. أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أكد التوصل لاتفاق حول سحب القوات الإيرانية من مناطق جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع دولة الاحتلال. وتوقع المندوب الروسي تطبيق الاتفاقية خلال أيام قليلة. كانت حكومة الاحتلال قد وافقت على نشر قوات سورية جنوبي سوريا في حال تم سحب الوحدات الإيرانية منها. أفادت تقارير إعلامية بمقتل 32 فردا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية في جبهات متفرقة من الساحل الغربي للبلاد. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش اقترابه من تنفيذ خطة محكمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من سيطرة الميليشيات المسلحة. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن مسألة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لن تكون على الطاولة خلال القمة المقرر يعقدها هذا الشهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. كما أضاف ماتس خلال مشاركته في مؤتمر حول الأمن بسنغافورة أن بكين تسعى لتعزيز مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بهدف ترهيب جيرانها على حد تعبيره. وقد دعت اليابان كوريا الشمالية لاتخاذ ما أسمتها إجراءات ملموسة لتفكيك كل برامجها النووية والصاروخية. قال وزير الدفاع الياباني خلال منتدى في سنغافورة إنه من الضروري عدم مكافأة بيونغ يانغ لمجرد موافقتها على محادثات مع واشنطن على حد قوله. انتهى هذا الموجز إذن الذي استعرضنا فيه آخر وأهم الأنباء، فضلا عن الخبر الأبرز هذا اليوم هو أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء فترة رئاسية جديدة.